إذا أعجبك الفيديو لا تنسى النقر على زر لايك وترك تعليق محفز. أعزائي المتابعين، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. العديد من الأشخاص يسألون حول مواقع صادقة وموثوقة للحصول على خدمات اللايكات والاشتراكات والتعليق وما إلى ذلك في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. فاليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم هذا الموقع المجرب الذي شحنت فيه $5 في حسابي، يدعى بfiverr5.com. فسبق وأن يعني تواصل معي صديق في الفيسبوك، طلب مني رصيد وحولت له رصيد إلى حسابي في إحدى المواقع وتم النصب علي. وقلت لما لا أجرب هذا الموقع لكي لا يقع لي نفس المشكلة، لكن صدمني الموقع أنه موقع صادق. وما أعجبني كثيرا أن الموقع يتماشى مع سياسة فيسبوك. مثلا عندما طلبت له هذه الكمية من اللايكات في الفيسبوك يعني قبل يومين، لم يكملها بعد لأن هذا متنافي مع سياسة فيسبوك وده سيسبب لك مشاكل. فالصورة كان فيها فقط يعني 181 لايك، الآن أصبحت يعني في الموقع كما تلاحظون أعزائي الكرام أصبحت 415 لايك، وما زال في تقدم، يعني لم يكمل حالة بعد. كذلك فهنا في إذا لاحظت في الصورة قبل يعني يومين حساب في انستغرام الصورة حققت فقط 200 لايك، وأدعوكم هنا إلى الدخول إلى حسابي في الانستغرام. فعندما ندخل إلى الصورة الآن نجدها أنها حققت 719 لايك، يعني الكمية يعني حقيقية، يعطيك كمية كما هي ولا يأخذ منك أي سند بطبيعة الحال. كذلك إذا واجهت أي مشكلة يمكنك الاتصال بالذات من هنا ثم النقر على تذكرة وإرسال لهم المشكلة وما إلى ذلك حول الطلب الخاص بك، هل هو إلغاء أو أسريع أو أخرى، أو كذلك الطلبات هل هي الدفع الخدمات أو أخرى. وكذلك ترسل لهم الرسالة هنا ورقم التعريف الخاص بالطلب الخاص بك، فأي طلب أخي الكريم فلديه يعني رقم التعريف كما تلاحظ معي هنا، فهذا هو رقم التعريف الخاص بك بطبيعة الحال. إذن هنا تقوم بإرسال الرسالة بطبيعة الحال، ومبروك عليك، سوف يتم الرد عليك بطبيعة الحال. إذن طريقة الاستفادة من خدمات الموقع بالتسجيل بالدخول إلى fiverr5.com، ثم بعد ذلك الاسم الأول خاص بك، الاسم الثاني، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، تؤكد كلمة المرور، ثم بعد ذلك هنا فهو يتم اختياره أوتوماتيكيا، ثم توافق على السياسة، ثم إنشاء حساب. بعد ذلك أخي الكريم تدخل إلى الموقع وتسجل دخولك إلى حسابك بطريقة عادية جدا بإدخال الإيميل الإلكتروني الخاص بك، ثم بعد ذلك كلمة المرور، ثم تذكرني، ثم تسجيل الدخول. إذا أنا سبق لي وأن سجلت وطلبت طلبين لشحن حسابك في الموقع، إضافة الأموال، ثم بعد ذلك تشحن بالباي بال أو بيرفكت ماني أو تشحن بالدفع اليدوي بطبيعة الحال بفتح تذكرة خاصة بهذا الصدد. مثلا إذا أردنا يعني الشحن بالباي بال فرسوم تحويل 10%، نقوم بالضغط هنا، ثم بعد ذلك نختار $5 أقل مبلغ للسحب. وما أعجبني هو الشحن $5، فعكس المواقع الأخرى فهي تضع لك $10، وهذا يعني يستأصل على العديد من الأشخاص الذين هم مبتدئين أنهم يشحنون حسابهم في الباي بال $10 بطبيعة الحال، لأنهم لا يتوفرون على هذا المبلغ. فمثلا إذا ربحت من تطبيق يمكنك استغلال هذه الخمسة وتحويله إلى 15 عن طريق إتمام خدمات خمسات أو فايفر أو أي خدمة، هذه الطرق التي سبق وأن شرحناها، ونشر يعني خدماتك المصغرة من تزويد الأشخاص باللايكات، تزويدهم بالتعليقات، تزويدهم بالمشتركين وما إلى ذلك. فتقوم بمتابعة والدفع للموقع وشحن رصيدك لكي يصبح لك، كل ما طلبت طلب ويتم تخفيض المبلغ من هنا بطبيعة الحال أخي الكريم. فيعني للحصول على طلب جديد تضغط هنا، ثم بعد ذلك تقوم باختيار الفئة التي تريد، انستغرام لايك أو انستغرام يعني مشترك الانستغرام، فيسبوك، تويتر، سبوتيفاي، يعني جوجل، ديلي موشن، يوجد العديد من الطرق، حتى حتى الترافيك الخاص بالمواقع من أي دولة تريد، بولندا، تركيا، تشاينا وما إلى ذلك كما تلاحظون معي. توجد العديد من الطرق التي يمكنك الاستفادة منها، حتى مشاهدة اليوتيوب، لايكات، التعليقات والمشتركين، تختار مثلا أي صنف تريد، ثم تحدد الطلب الذي تريد، هل تريد مشاركات للفيديو الخاص بك، ديزلايكات، لايكات. فمثلا هنا تقوم باختيار أي شيء، مثلا مشاركات من يونايتد ستيت، ثم تضع الفيديو الخاص بيوتيوب، ثم الكمية مثلا 500، ثم بعد ذلك نعم أكدت الطلب، ثم تضغط على مكان الطلب، وبعد ذلك يتم طلب الطلب بطبيعة الحال. خدمات متوفرة تضغط هنا، ثم تحصل على العديد من الخدمات التي هي متوفرة بالتفصيل هنا والوصف كما تلاحظون معي.
يعني كما تلاحظ معي، خدمات مقسمة، خدمات خاصة بالانستغرام، خدمات خاصة بالانستغرام لايك، انستغرام لايك كذلك تارجتد يعني مستهدف، ثم باور لايكس وكذلك مشتركين وما الى ذلك. توجد العديد العديد من الطلبات، لاحظ معي هنا العديد من الطلبات التي سوف تعجبك لا محال إن شاء الله. إذن كان هذا كل ما في موضوعنا لهذا اليوم بخصوص هذا الموقع، موقع جيد يعني خدمته صادقة عكس بعض المواقع التي تعطيك خدمات سريعة جدا وفي نفس الوقت فهي نصابة لا ترسل لك الكمية كما هي. وكما لاحظتم في حسابي على انستغرام حصلت على 500 لايك يعني بطريقة احترافية وبدون أي مشاكل، كذلك الفيسبوك لن يسبب لك مشاكل بطبيعة الحال فور طلب هذه الكمية، وأنا في انتظار أن يكون منجز بطبيعة الحال لكي أطلع على الفيسبوك وأجد أنه وصل بالفعل إلى ذلك العدد الذي أريده بطبيعة الحال. شكرا لكم أعزائي الكرام على طيب المتابعة، أستودعكم الله، رابط الاشتراك في الموقع في وصف الفيديو لحدود الساعة، الموقع صادق ولا شيء مستحيل أمام الإرادة، حياكم الله. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى النقر على زر لايك وترك تعليق محفز، وإذا كانت هذه أول مرة تتابع فيها قناة بريزما فلا تتردد بالنقر على زر اشتراك وتفعيل الجرس لتتوصل بآخر مستجدات القناة.